تابع فقراتنا مع ضيف ينتمي من أسرة فنية عريقة العديد من التي تحمل معاني الإنسانية والاجتماعية أيضا، إنه منصور الرحباني الحفيد. مرحب فيك برنامجي. هلا، مساء الخير ومساء الخير بالمشاهدين. أهلا وسهلا فيك منصور. حنبدأ طبعا بالأغاني اللي أنت قدمتها. أغنية موجهة لأطفال التوحد، تتحدث عن واقع أطفال التوحد، وهي دعني أسمع صوتك. خبرنا على الغنية، كيف قدمتها، كيف تشكلت الفكرة وقدمتوها للمجتمع؟ هلا، هي الأغنية انكتبت من حوالي 5 سنين. وصراحة أنا من الأغنيات اللي بحبها كتير، عرضت على مروان بي إنه أعمل لها فيديو كليب، وقال لي ليش لا. هلا ما كانت هالقد هينة، لأنه هلا سامع بالتوحد أنا إنه أوتيزم، بس إنه أكثر من هيك ما كنت أعرف معلومات. بقى اضطريت إنه أعمل كتير دراسات عنه، وأسأل كتير ناس، وأطلع على مدارس توحد، شوف كيف الأولاد يتعاملوا مع الناس الغرب وكذا. بقى أخذت وقت، بس كانت اكسبيرينس كتير حلوة. يعني هي طبعا من غناء الفنان غسان صليبة، وأيضا توزيع غدي رحباني. لو بدنا نحكي عن هالمضمون الإنساني، هل فينا نفهم أنه أنت مثلا توجهك في كل مشاريعك أو الأغاني اللي أو الفيديو كليبس اللي بتخرجها هي توجه إنساني اجتماعي بحت، أو هناك توجهات أخرى؟ لا أكيد، مش كلها. أنا بعملت لهلا يعني هي تبع التوحد، والباقي لا، في أغاني لكذا فنانين عرب ومن دول. بس بالنسبة لمنصور، شو اللي أقرب لإله؟ هلا أكيد ما يعني كل الناس قريبة للموضوع الإنساني والتوعية أكيد، بس إنه لا، أنا ما عندي مشكلة بكل شيء بعمله، بالموسيقى وبالإخراج بحسب أي نوع كليب. أكيد منصور، خلينا نروح نشوف، نتابع أنا وياك ومشاهدينا أغنية دعني أسمع صوتك، ونرجع لكم. دعني أسمع صوتك، بدد هذا الصمت. دعني أسمع صوتك، فرح الأجمل أنت. دعني أسمع صوتك، بدد هذا الصمت. دعني أسمع صوتك، فرح الأجمل أنت. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار. من عينيك يطل الفجر وتشرق الشمس نهار. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار. من عينيك يطل الفجر وتشرق الشمس نهار. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور. فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور. فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. اترك هذه العزلة وافرح فعبير الأزهار. حين تنشق عطرة غار ولون الزنبق غار. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار. من عينيك يطل الفجر وتشرق شمس نهار. قل شيئا، قل كلمة تسعد هذه الدار. دعني أسمع صوتك، أكيد هالأغنية اللي كتير بتعبر عن معاني فعلا. كل يمكن نلاقي في فئة كبيرة من الأطفال هلا حاليا بيعانوا من التوحد، كيف قدرت توصل هاي الفكرة وهذا الحال والنداء اللي بنسميه نداء في هذا الفيديو؟ أيضا الطفل اللي شفناه موجود هو طفل غير، ليس مصاب بالتوحد، ولكن كيف خليته يقدر يعيش الجو وتخليه يوصل هاي الفكرة؟ والله أول شيء الصبي اسمه داني مسرة،
شاطر كثير، لانه اول ما خبرته عن الفيديو كليب او شيء قلت له اذا مهتم هو منه ممثل، قلت له اذا مهتم قال لي ايه، وبلا ما انا اقول له شيء عمل دراسات كثير عن الموضوع وفاجئني اجى خبرني قصص انا ما كنت عارفها. واكيد نحن بالشغل طلعته على مدارس توحد وشاف كيف الاولاد بتتصرف وقعد معهم وتعلم كثير. فساعدك هذا الشيء يمكن لتوصيل هاي الفكره ايضا أكيد. اكثر ونحن واكثر الفكره عملناها كمان انه البي بالاول كان يستحي بابنه صح، وقت شاف انه مثله مثل كل الاولاد البقية ما عاد في اي اكيد. فبنقول يعني اسمع صوتك مش فقط للطفل، هي للعائله ككل. مزبوط. اللي عندهم طفل مصاب بالتوحد. ننتقل لموضوع شوي المسرح والمساعدات اللي انت والمساهمات اللي شاركت فيها في المسرح مع مروان الرحباني، خبرنا عنهم. انا مع مروان بي يعني انا مساعد مخرج. كيف لقيت المعامله والمساعده مع والدك؟ يعني هي شغله مع مروان ما بخصني ماني ابنه بالشغل. يعني بين لمروان انه خلص انا عمل يعني بالشغل شغل فيري ستريكت حلو كثير الشغل معه. اخرجت كنت مساعد مخرج معه بصيف 840 وهلا ان شاء الله كمان بديسمبر 10 باختتام الدوحه العاصمه الثقافيه عم نعرض ملوك طوائف، كمان عم بشتغل معه كمساعد مخرج وان شاء الله بكل الاعمال الباقيه. يعني انا كثير بتعلم منه وقت اشتغل معه. حلو. طب بالنسبه للتلحين، يعني انت درست ايضا الموسيقى وايضا من عائله فنيه موسيقيه عريقه بالفعل، خبرنا بالنسبه للتلحين، هل بتفكر بالتلحين؟ لا انا درست موسيقى مش للحين، انا درست موسيقى لانه بتفيدني بشغلي. يعني تنعتبر عم نحضر فيلم صح، الموسيقى اللي بتعطي الجو صح الفيلم صح مزبوط. بقى انا مستمع ما في اي فكره انك مثلا ممكن تلحن تدخل في عالم التلحين؟ لا انا ركزت على الاخراج وشغله بحبها هو فن بالاساس يعني ايضا الاخراج. طب ايضا من المواضيع التي قدمتها هو الحلم العربي ولكن باللغه الانجليزيه، فخبرنا عنه اكثر. Arabian Dream غنيه لفنانين اجوا من هوليوود كاليفورنيا صورنا بالامارات. هي الغنيه بتحكي عن جمال الدول العربيه وعن هي محاربة فكرة الإرهاب، يعني فينا نقول أكثر فيها تكون بس هي لا هي مش موجهة كلمة شيء معين، بس هي عم تحكي عن جمال الدول العربية وكيف إجوا هن من الغرب على الشرق وعم بيشوفوا كيف. مين الفنانين اللي شاركوا؟ كانوا الهيبنوتيك جيرلز فيتشرينج دون بريتش. كيف كان التعامل معهم؟ فيري بروفيشنال كثير شاطرين، اشتغلوا وحضروا معي قبل التصوير، ما إجوا آخر دقيقة، يعني بالعكس كانوا ساعدوا وعطوا رأيهم وأنا كتير استفدت أنه اشتغلت معهم على مهلات بروفيشنال. أكيد. منصور في النهاية حابين نعرف مشاريع قادمة، إخراج مسرحي أو فيديو كليبس قادم إن شاء الله. يعني إن شاء الله مثل ما قلت لكم في عنا بالدوحة ملوك طوائف الدوحة نعم، وعم بشتغل على كذا شغلة على كذا فيديو كليب إن شاء الله. هل هو فني أو إنساني أكثر؟ لا فني فني اكثر. فنانين معينين فيك تذكر اسمائهم؟ ما بدنا نذكر اساميهم يعني لا تصير القصه، بس من دول عربيه. اكيد. بتمنى لك منصور كل التوفيق سواء كان باخراج الفيديو كليبس او المسرح ايضا. شكرا كثير لتواجدك معنا. ثانك يو.